هذا دعاء صاعنا المرحوم يوسف محمود أبو الهيجاء أبو محمود من قرية شعب رحمه الله وأسكنه المسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم منزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فتجزي حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن نسائته. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح أبواب السماء بالوحي وباب رحمتك وباب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم ابدله في قبره مد بصره. اللهم انزل على قبره الانبياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اغفره من ضيق الحوض والبطن ومرات الدود واجعل جناتك جنات الخلود بسدر مخضوب وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب من فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.